صباح الخير دكتور. صباح الخير يا ميم. دكتور كنت بدي احكي لك، انا بعثت لك ايميل عشان كويز يوم السبت الساعه 6. هسه بنحكي بالموضوع ان شاء الله. اوكي تمام. بسم الله، يعطيك العافية شباب. صوت واضح عند الجميع؟ واضح دكتور. كويس، خلينا احنا نبدأ بالمحاضرة الآن، وموضوع الكويز خلينا نأجله للآخر عشان يدخل أكبر عدد ممكن من زملائكم وما نضطرش إنه نكرر الكلام أكثر من مرة. خلينا أعمل شير حتى إنه نبدأ الشغل تاعنا. الشاشة واضحة أمامكم؟ واضحة دكتور. كويس. طيب بدنا نكمل الكلام عن المنهج الوصفي. بدنا نتكلم، يعني هذا آخر شيء راح يكون بموضوع المنهج الوصفي، وآخر شيء بالشابتر الثالث. الأشياء اللي بيميز المنهج الوصفي عن غيره، أول صفة ممكن نلاحظها إنه المنهج الوصفي هو الأكثر استخداماً في العلوم الاجتماعية والإنسانية. كنسبة في العلوم الاجتماعية والإنسانية أكثر الباحثين بيميلوا لاستخدام المنهج الوصفي إذا كان موضوع البحث تاعهم اجتماعي إنساني، وهو في هذا المجال قد يكون أدق من المنهج التجريبي. ليش المنهج الوصفي أدق؟ بعدين قد يكون يعني غالبا هو أدق من المنهج التجريبي في العلوم الاجتماعية والإنسانية. مين بيقدر يحكي لي ليش؟ حكينا سابقا عن الكلام هذا. ليش الوصفي غالبا بيكون أدق من التجريبي في العلوم الاجتماعية والإنسانية؟ الفكرة كررناها أكثر من مرة. ولا حدا؟ طيب في له علامة على الكويز القادم اللي بيجاوبني. برضو ولا حدا؟ لأنه في لها تحديد يعني. كيف يعني تحديد؟ حد يعني بتحدد المشكلة وهالأمور يعني. مش فاهم. طيب المنهج التجريبي هو أقل دقة من المنهج الوصفي، لأنه العين اللي أنت بدك تبحثها في المنهج التجريبي أنت بتصطنعها، أنت بتعملها في المنهج التجريبي، وبالتالي إذا أنا بدي أعمل تجارب على موظفين مثلا وأختبر موضوع فكرة الحوافز وأثرها في الإنتاج، وأنا اصطنعت هاي البيئة مش رجعت لتقارير قديمة زي الوصفي التجريبي، أنا بدي أصطنعها،
احتمالية أنه الموظف يزيف انطباعاته أكبر في التجربة، لأنه بكون عارف بأنه الهدف من هاي التجربة موضوع الحوافز وزيادة في الراتب. احتمالية أنه يدعي الإنجاز الأعلى في الاختبار حتى يحصل على مبالغ أكبر والتمثيل، احتماليته أكبر من المنهج الوصفي، لأن المنهج الوصفي أنت بترجع لتقارير قديمة، بينما في التجربة أنت قاعد تصنع البيئة. لذلك بيكون الوصفي أدق في العلوم الإنسانية. هاي فكرة. الفكرة الثانية، التجريب في العلوم الإنسانية خاصة إذا كان في المجال الطبي، في كثير من القضايا إذا دخل التجريب فيها بصير لا أخلاقية، زي فكرة التدخين مثلا. أجرب على الناس هل التدخين هو سبب من أسباب الالتهاب يعني أو حدوث سرطان الرئة ولا لا؟ ماشي، في التجريب أنا يعني تصرف التصرف لا أخلاقي. أما في العلوم الاجتماعية والإنسانية إذا كان المنهج منهج وصفي، لا، رجعت على التقارير قديمة أصلا، هو يعني أصيب سابقا بالالتهاب أو سرطان الرئة. تمام، عرفنا ليش؟ وهذا حكي حكيناه شكا؟ حكيناه. طيب ليش ما حكيتي مدام حكيناه؟ ضيعتي على حالك علامة. طيب الميزة الثانية والدراسة ميدانية. المنهج الوصفي بيعتمد بشكل أساسي، هل في يعني مجال إنه يكون مش ميداني؟ نعم، في مجال إنه يكون مش ميداني، ولكن أغلب الدراسات بتكون دراسات ميدانية. بروح على المؤسسات، بروح على المدارس، بروح على الجامعات، بروح على الشركات، ممكن بالشارع أوزع استبانة إلى آخره. فالدراسة تاعته غالبا بتكون دراسة ميدانية، أو من صفات الأساسيين بتكون دراسة ميدانية. يسعى إلى وصف وتقييم الوضع الحالي للتنبؤ بالمستقبل، وصف الواقع الحالي حتى أنه يتنبأ بالمستقبل. ودائما بتكون السببية، عملية التنبؤ يعني السببية في الوصف بتكون صعبة. حكينا سابقا شو الأسباب اللي بيخليها صعبة. يقوم بدراسة الوقت الحاضر ويتناول قضايا موجودة فعلا وقت الدراسة. متى يستخدم المنهج الوصفي؟ بستخدمه عند وجود أحد الأهداف التالية. إذا أنا بيكون هدفي إني أوصف خصائص معينة للظاهرة، مجرد وصف. إذا بيكون هدفي تحديد علاقات بين المتغيرات وبصير اسمه ارتباطي، هنا بيكون الأولى بيكون اسمه مسحي، الثاني بيكون اسمه ارتباطي. التنبؤ بسلوك ظاهرة في المستقبل عند خروج النتائج، وهنا بنسميه سببي. تمام، هاي ثلاث أهداف للمنهج الوصفي مرتبطة بالأنواع الثلاث اللي حكينا عنها سابقا. البحث المسحي فيه له خطوات محددة نحكي عنها. أول شيء فحص محاولات الباحثين السابقين لدراسة المشكلة والبناء عليها، يعني بدي أرجع للأبحاث القديمة السابقة في الموضوع اللي أنا بدي أدرسه. تحديد أهمية البحث والمشكلة والأهداف والفروض، طبعا جزء كبير منها راح يكون مكرر بالأبحاث السابقة اللي حكينا عنها. أول شيء الدراسات السابقة، بعدين بدي أبحث في أهمية البحث والمشكلة والفروض والأهداف، بعدين بدي أحدد مجتمع وعينة الدراسة، بعدين بدي أصمم أداة حتى أجمع بيانات، إن كانت استبانة ولا مقابلة ولا ملاحظة، أجمع من خلال هالبيانات. بعدين بدي أحلل البيانات وأوصفها. كخطوة أخيرة طبعاً تحليل البيانات ووصفها عشان أطلع بنتائج. المزايا، مزايا البحث المسحي، القدرة على جمع كمية كبيرة من البيانات، يصف الظاهرة بصورة جيدة، إمكانية تعميم النتائج. العيوب تاعته يحتاج إلى وقت وجهد وتكلفة كبيرة. إذا نبدأ وزع استبانة هذا راح يعطيني يعني بحاجة إلى وقت كبير، وقد يكون تكلفة مالية كمان كبيرة. يتعرض لأخطاء الصدفة والتحيز، لأنه يعني مرتبط
رغبات الإنسان وانطباعاته وميوله الشخصي، صعوبة السيطرة على كل متغيرات الدراسة. بالتأكيد في العلوم الاجتماعية صعب جدا إنه أنا أضبط المتغيرات. في عنا شكل من أشكال البحث المسحي، في عنا إشي اسمه دراسة حالة، دراسة عدد محدود من الوحدات التي قد تكون أسرة أو منظمة أو فرد وبيئته وعلاقاته. والملاحظة هون لا يمكن تعميمها مثل الدراسة المسحية. شو دراسة الحالة؟ هي دراسة وصفية. دراسة الحالة دراسة وصفية، ولكن بتكون دراسة على مؤسسة معينة. يعني أنا بدي أعمل أثر الحوافز على إنجاز الموظفين، شركة زين مثال كدراسة حالة، أو جامعة اليرموك، يعني بدي أشوف الغياب على أثره على معدلات الطلاب، طلاب جامعة اليرموك دراسة حالة، واقع التعليم أو واقع احترام المعلم في الأردن، المعلم الفلاني دراسة حالة. ماشي، يكون في مثال معين، العشائر الأردنية مثلا، عشيرة بني حسن دراسة حالة. ماشي، فبيكون أسرة أو منظمة أو فرد أو مؤسسة أو جماعة هي بتكون محل الدراسة فقط. هاي من محددات البحث تاعك. ماشي، هي بتكون محددات الدراسة، وبتكون فقط الدراسة تاعتك في هاي الحالة. طيب النتائج اللي أنا بطلع فيها بقدر أعممها على جميع العشائر الأردنية؟ أكيد لا. بقدر أعممها على جميع طلاب الجامعات الأردنية؟ أكيد لا. إذا أنا درست حالي وحددت بأنه هاي الحالة فقط في جامعة اليرموك، فقط في المعلم الفلاني، فقط في السياسي الفلاني. تمام؟ عرفت إيش يعني دراسة حالة؟ صباح الخير. تمام. في إشي بالسلايد هذا مش واضح؟ فراس، تفضلي فراس. دكتور، بس بدي أسألك عن عشان العيب الأول بالبحث المسحي اللي هو يحتاج إلى وقت وجهد وتكلفة كبيرة. بس أنا مثلا بدي أرجع لدراسات سابقة، وين الجهد هون والتكلفة؟ هو ما فيش، هو بس الدراسات السابقة اللي أنت بتعمله بالبحث المسحي. في إشي ثاني غير لا. الدراسات السابقة بتعملها؟ أكيد. شو بتعمل؟ اللهم صل على سيدنا محمد. ممكن بدي أصل إشي معين ضروري دراسة. شو في خطوات بتعملها؟ يعني أنت ما بتأخذ منك وقت وجهد كبير لما تعمل استبانة؟ أوكي، بس تكلفة قلتي. بدها متى مصاري الاستبانة، وبدها توديك مشاوير، وبدك تعمل مقابلة مع مثلا حتى تعمل الدراسة تاعتك مع شخصيات معينة، بدك تعمل مقابلات معها وتروح وبتيجي أكثر وتقضي وقت معهم. مش هذا بأخذ وقت منك؟ صحيح وراح يأخذ جهد وكذا. مزبوط. غيره يا شباب، مين عنده سؤال؟ خطوات المنهج الوصفي، هسه راح يكون في كلام كثير مكرر: تحديد المشكلة، إعداد أسئلة وفرضيات البحث، اختيار أدوات الدراسة، حيث يتوجب على الباحث أن يقوم بشرح ماهية عينة الدراسة، ومن ثم يقوم الباحث باختيار ماهية الأدوات التي تتناسب وتتوافق معها، ومن ثم يقوم الباحث باختيار ماهية هذه الأدوات الخاصة بإجراء الدراسة. جمع وتصنيف البيانات، يمكن الباحث من خلالها أن يسلك مجموعة من أساليب وآليات مختلفة ومتنوعة من الطرق التي تساعده في جمع وتصنيف البيانات بشكل وبصورة واضحة وصحيحة وسليمة. إظهار محتوى النتائج، ومن خلال هذه المرحلة يقوم الباحث بتفسير وتوضيح محتوى النتائج، ومن ثم استخلاص كافة التفسيرات منها. تمام؟
الأدوات، أدوات الدراسة المقصود فيها، يعني أنت بدك تساوي استبانة ولا بدك تساوي مقابلة ولا بدك تساوي ملاحظة، يعني شو الطريقة اللي أنت بدك تستخدمها أو شو الأداة اللي أنت بدك تستخدمها حتى تجمع البيانات. بعدين بدك تجمع البيانات وتحللها وتصنفها اللي هو الخطوة الرابعة حتى تطلع بالنتائج. يعني هذا الكلام يعني مكرر نوعا ما. تمام. أمثلة، يعني هاي أمثلة على موضوع المنهج الوصفي، إجراء مسح ميداني لعينة الصعوبات التي تواجه الطلبة في مادة الرياضيات في المرحلة المتوسطة. يعني أمثلة كثيرة بإمكانكم ترجعوا لها ويعني تستعرضوها. طبعا كلياتها خاضعة للأفكار السابقة اللي حكينا عنها اللي بتميز المنهج الوصفي عن التجريبي عن التاريخي. تمام. هذا يعني كل شيء في موضوع الشابتر الثالث. طيب احنا بنبدأ الآن بالشابتر الرابع، لأنه للأسف يعني إحنا في الصيفي الوقت تاعنا محدود جدا، ويعني في وحدة الامتحانات المحوسبة يعني قاعدين بحشرونا أكثر بموعد امتحان الفاينل، وإحنا المفروض نضل معنا شابترين، يعني بدنا نحاول ننجز قدر الإمكان بس بحيث إنه ما نخلش يعني بأي معلومة من المعلومات. طيب التشابتر الرابع بتكلم عن أدوات جمع وتحليل البيانات لأغراض البحث العلمي زي الاستبانة، المقابلة، الملاحظة إلى آخره. في عنا الاستبانة اللي أحيانا ممكن تلاقيها تحت اسم الاستقصاء، هي نفس الاستبانة. الملاحظة، التجربة، والوثائق، ورح نتكلم عن العينة أيضا، ونشوف فكرة عامة عن التحليل الإحصائي بدون ما ندخل بتفاصيل. أدوات القياس، يعني الأدوات اللي أنت بتستخدمها حتى تحصل على البيانات، حتى تحصل على المعلومات. الأدوات اللي أنت بتستخدمها حتى تحصل على المعلومات الخاصة بالبحث تاعك، في لها خصائص. الخصائص الأساسية، في إشي اسمه الصدق وفي إشي اسمه الثبات. شو الصدق والثبات؟ هسه راح نحكي عنه. يعد الصدق والثبات من أهم أسباب نجاح البحث العلمي، ولكي يحقق الباحث هذا الأمر عليه أن يحسن اختيار الأداة، أو يحسن اختيار الأداة، لأن عدم اختيار الباحث للأداة بشكل دقيق قد يؤدي إلى ضعف نتائج البحث العلمي وعدم تحقيق معيار الصدق والثبات فيه. إذن فكرة الصدق والثبات فكرة مهمة جدا في دقة وصحة المعلومات اللي أنت حصلت عليها أو النتائج اللي خرجت فيها من البحث العلمي تاعك. والصدق والثبات مرتبط بالأداة اللي أنت استخدمتها. يعني إذا أنا بدي البحث العلمي تاعي مرتبط بالأوزان، ماشي، مرتبط بالأوزان، والأداة اللي أنا استخدمتها حتى أشوف وزن شخص معين هو النظر، النظر بالعين. أنا من شكله مبين أنه وزنه 80 كيلو، من شكله مبين أنه وزنه 70 كيلو، من شكله مبين أنه وزنه 60 كيلو، من شكله. هل هي أداة صادقة وأداة ثابتة؟ يعني هل هي صادقة وثابتة مع جميع الأشخاص هاي العين، مقارنة مع أداة أخرى أنا ممكن أستخدمها؟ الميزان، الميزان اللي احنا بنستخدمه في البيوت او في اي مكان اخر. هذا الميزان هل هو بنفس درجه صدق وثبات النظر بالعين حتى انا اقدر الوزن تاع هذا الشخص؟ لا، افضل اكيد لا. اكيد لا. اذا الصدق والثبات في الميزان هو اوضح وادق من فكره الصدق والثبات في النظر بالعين. الصدق المقصود قدرة الأداء على القياس، هذا مقصود في الصدق، يعني قدرة العين على القياس، على قياس الشيء اللي أنت بدك تختبره، على قياس الوزن مثلا، قديش قدرة العين؟
مقارنة مع الصدق في الميزان. الثبات إمكانية التعميم والتكرار، يعني زبطت معك مرة، أنت شفت شخص وقلت والله هذا وزنه 65 كيلو، زبطت معك المرة هاي، هل دائما تزبط معك؟ هاي الثبات. في الميزان، ماشي، الميزان اللي أنت بتستخدمه عندك في المنزل مثلا، هل يمكن تكرار العملية وظلها ثابتة وظل صادق في يعطيك علامات يعني قيم صحيحة؟ نعم. مقارنة مع العين أكيد دقتها أعلى وإمكانية تكرار النتائج الصحيحة أعلى. إذن الصدق والثبات هي أهم خصائص الأداة اللي أنا بستخدمها في البحث العلمي تاعي. الصدق اللي هي validity باللغة الإنجليزية، المقصود فيها يعرف الصدق بأنه قدرة الأداة المستخدمة في البحث على قياس المقصود منها، يعني قياس المتغير. أنا بدي أشوف الوزن، هذا الهدف من البحث تاعي، ماشي، يعني أثر الرياضة على الوزن. المتغير التابع لنا هنا اللي هو الوزن، والمستقل الرياضة، تمام. بدي أشوف الأداة اللي أنا بدي أستخدمها، هل هي قادرة فعلا على قياس المقصود من البحث أو الهدف من البحث، الهدف من البحث أو المقصود من البحث المتغير التابع، وتتطلب المصداقية اكتمال عدد من الشروط، من أهمها صدق المحكمين. يعني إذا كان في عندك لجنة التحكيم أشخاص هم بدهم يعني يقيموا هاي الأداة إنه هاي الأداة مناسبة ولا لا، أيضا هم لازم يكونوا صادقين مش منحازين يعني، ومؤهلين مش أشخاص هاوين الذين يتوجب امتلاكهم خلفية كاملة عن موضوع الأداة حيث يستطيعون أو يستطيعوا تقييمها. وللمصداقية أنواع عديدة، وهي في عنا أنواع للمصداقية أو صدق، صدق الأداة، في عنا إشي اسمه صدق المحتوى. صدق المحتوى، يجب أن تكون الأسئلة التي تتضمنها الأداة قادرة على قياس كافة أبعاد الدراسة. صدق المحتوى المقصود بأنه الأداة اللي أنت بتستخدمها هي من جنس البحث اللي أنت قاعد تعمله. مثال، أنا قاعد بعمل بدي أشوف مدى تمكن الطلاب، مدى تمكن الطلاب من موضوع معين في الفيزياء، الجاذبية، موضوع الجاذبية في الفيزياء، ماشي، بدي أشوف مدى تمكن الطلاب من هذا الموضوع، وجبت امتحان. الأداة اللي أنا استخدمتها هي الامتحان، اختبار، بدي أعمل امتحان للطلاب حتى أقيس مدى تمكنهم من موضوع الجاذبية. صدق المحتوى إنه تكون الأسئلة تاعت الامتحان هي متعلقة في موضوع الجاذبية، ماشي، هذا صدق المحتوى، إنه تكون الأسئلة اللي أنت قاعد بتطرحها متعلقة في الموضوع اللي أنت بدك تبحثه. بدي أوزع استبانة، الأسئلة الموجودة في الاستبانة متعلقة في الموضوع اللي أنت قاعد تطرحه، مش تتكلم عن موضوع آخر، تمام؟ هذا المقصود فيه صدق المحتوى، صدق المحتوى. ثاني شيء آخر اسمه صدق المحك، وهو قياس موضوعي ثبت صدقه سابقاً ونقارن به مقياس جديد لتوضيح مدى صدقه. شان صدق المحك؟ صدق المحك يعني شخص أو يعني أداة سابقاً هي موجودة وأثبتت صحتها وأثبتت الدقة تاعتها، يعني زي الميزان. الميزان هي أداة أثبتت صدقها في قياس أوزان الناس، ماشي، بتصير هي المحك، يعني هي المرجعية إلي. يجيت أنا مثلا اخترعت جهاز، اخترعت جهاز أو يعني اخترعت طريقة معينة بدي أشوف من خلالها وزن الناس، تمام، وجعلت الميزان هو المحك تاعي، هو المرجع تاعي في إثبات إنه أنا الأداة اللي استخدمتها صحيحة ولا لا، ماشي، يعني صار في عندي مرجعية أرجع لها في إثبات صحة النتائج اللي أنا توصلت لها في الأداة تاعتي، ماشي.
أو اعتمدت في النتائج تاعتي على مقياس استخدموا ناس قبلي، أداة استخدموها ناس قبلي وأنا استفدت منها في البحث تاعي. مثلا أنا بدي أعمل بحث اجتماعي معين، وبدي أعمل استبانة، بدي أعمل استبانة وأخلي الناس تجاوب على هاي الاستبانة. رحت للدراسات السابقة وشفت واحد من اللي عاملين نفس البحث في نفس الموضوع، في نفس الموضوع بس اختلافات معينة، يعني اختلافات بسيطة، ورجعت للاستبانة تاعته، والاستبانة كانت محكمة، والاستبانة أثبتت في وقتها، أثبتت صدقها وأثبتت فعاليتها وأنها قادرة على قياس الهدف من الدراسة تاعتي، واستخدمت الأسئلة تاعته في هاي الاستبانة تاعته حتى أحطها بالاستبانة تاعتي. هذا صار محك، يعني في شيء ثبت صحته وثبت صدقه كان مرجع إلي في القياس تاعي والحصول على النتائج. واضح؟ أكمل؟ واضح دكتور، واضح. تمام. في عندي الصدق الظاهري. الصدق الظاهري بتكلم على المظهر، يدل مظهر الأداة على قدرتها على قياس الأمر الذي وضعت لأجله. ماشي؟ شكل، يعني شكل الأداة اللي أنت، يعني مثلا أنا بدي أساوي بحث له علاقة بظاهرة طبيعية، له علاقة بظاهرة طبيعية، هل من المناسب أن يكون الاستبانة أداة لي يعني حصول على المعلومات؟ بالتأكيد لا. يعني شكل الأداة نفسها مش متناسب، يعني مش مناسب للقياس. ماشي؟ هاي بيسموها الصدق الظاهري، مظهر الأداة على قدرتها على قياس الأمر. أنا بدي أقيس أوزان كبيرة، أنا بدي أشوف أوزان ضخمة، وجبت الميزان اللي ما بيقيسش أكثر من 200 كيلو، وأنا بدي أقيس أوزان بالأطنان، يعني هل هنا بنطبق عليها الصدق الظاهري؟ المظهر يدل على ذلك؟ بالتأكيد لا. بدك تجيب قضبان. تمام. صدق التنبؤ، صدق التنبؤ، قدرة الأداة على التنبؤ بنتائج في المستقبل، ويعتمد هذا الصدق على المعلومات التي تصبح متوافرة في المستقبل عن عينات استخدمت الأداة. صدق التنبؤ، هذا الصدق معتمد على التنبؤ بالمستقبل. يعني مثلا أنا بقدر أتنبأ بأنه الأشخاص اللي معدلاتهم بالثانوية العامة بالتسعينات، بقدر أتنبأ بأنه بالمرحلة الدراسة الجامعية أيضا راح تكون معدلاتهم مرتفعة وراح يكونوا ناجحين ومبرزين في الدراسة الجامعية. اعتمدت على إيش أنا هنا؟ اعتمدت على مقياس قديم، اعتمدت على مقياس قديم في التنبؤ لشيء مستقبلي، اعتمدت على نتيجة التوجيهي في التنبؤ بشيء ممكن أو نتائج ممكن أحصل عليها بالمستقبل. شفت يعني الاعتماد على مشاهدات سابقة دكتور؟ مشاهدات سابقة، أداة سابقة موجودة عندي، أداة حصلت عليها بنتائج قديمة، نتائج امتحانات الثانوية العامة. ماشي؟ مش هي أداة صار امتحانات والطالب نجح فيها وجاب عليه جاب معدل، هاي أداة. اعتمدت على هاي الأداة بأنه أتنبأ من خلالها بشيء مستقبلي، أنه هيك راح يصير بالمستقبل. واحد متخصص في مجال معين، خبير في مجال الطاقة، وعنده شهادات أكاديمية عالية وكذا، ممكن أتنبأ به أنه هذا الشخص قادر أنه ينجزل لي أعمال مشاريع مستقبلية معينة ممكن تكون مفيدة للبلد، وينجح في المشاريع الفلانية. ماشي؟ هذا صدق التنبؤ، قدرة الأداة على التنبؤ بنتائج ما في المستقبل، ويعتمد هذا الصدق على المعلومات التي تصبح متوافرة في المستقبل من عينات استخدمت الأداة، استخدمت الأداة سابقا طبعا. واضح لحد الآن موضوع الصدق؟ في أي سؤال عليه؟ أي سؤال يا شباب؟
الصمت. لا دكتور. اللي بعده. طيب الأداة الثانية أو الخاصية الثانية اللي هي خاصية الثبات reliability. الثبات المقصود فيها القدرة، قدرة الأداة على إعطاء نفس النتائج في حال قام الباحث بتكرار القياس على نفس العينة عدة مرات في ظروف متشابهة، بيعطيك نفس النتائج كل ما تكررت عملية القياس إذا كانت الظروف مشابهة، إذا كانت الظروف ثابتة يعني. ويعد الثبات من عوامل الارتباط، في حال قرر الباحث استخدام أداة من أدوات البحث العلمي لأول مرة فإن عليه أن يجربها على أشخاص محددين ويعيد تجربتها على نفس الأشخاص مرة أخرى، ثم يقوم بحساب معامل ارتباط بين النتائج في المرتين. الثبات المقصود فيها القدرة على التعميم، القدرة على التكرار، والتكرار دائماً بيعطيك نفس النتائج إذا كانت الظروف ثابتة، الظروف مشابهة. حتى أنا أقيس خاصية الثبات في أي أداة أنا بدي إياها، أنا بدي يعني أستخدمها في البحث تاعي، بشوف عينة وبستخدم عليهم هاي الأداة وبشوف النتائج اللي أنا حصلت عليها، وبعدين بكرر تطبيق هاي الأداة على هاي العينة مرة ثانية وبشوف لأي درجة طلعت معي النتائج قريبة جدا من النتيجة الأولى، النتيجة الثانية قديش كانت قريبة جدا من النتيجة الأولى، مدى الارتباط بين نتائج الثانية وارتباطها مع النتائج الأولى، قديش في تشابه. بناء عليه أنا بقدر أقول إذا كانت النتائج قريبة جدا ومعامل الارتباط بين النتيجتين عالي جدا، بقدر أقول بأنه هاي الأداة انطبق عليها صفة الثبات، وبالتالي أنا بقدر من خلالها أعمم النتائج على عينات أخرى وحالات مشابهة أخرى. تمام؟ في البحث العلمي أو في يعني في التحليل الإحصائي في عنا طريقة اسمها كرومباخ ألفا، أكثر الطرق شيوعاً، تعد طريقة كرومباخ ألفا أكثر الطرق شيوعاً، وذلك لأنها طبعاً لقياس الثبات هذه الطريقة، وذلك لأنها تقوم على تجزئة الاختبار إلى العدد من الأجزاء ثم قياس الارتباط بين تلك الأجزاء، وفي حال تمت إعادة تطبيق الأداة مرة أخرى وبنفس الظروف المناسبة فإننا سنحصل على نفس النتائج بنسبة أكبر. المعامل اللي إحنا بنتعامل معه في التحليل الإحصائي لقياس الثبات اسمه، أو الطريقة اللي إحنا بنستخدمها لقياس الثبات اسمها كرومباخ ألفا، اسمها طريقة كرومباخ ألفا. تمام لحد الآن؟ طب دكتور شو هي الطريقة يعني شو بيعملوا فيها؟ يعني الإجراءات يعني مش ما فيش داعي ندخل فيها، لكن أنت بتدخلي بيانات في الـ SPSS مثلا، بتدخلي البيانات النتائج اللي أنت حصلت عليها من العينة اللي أنت بدك طبقت عليها الاستباني مثلا، وشفت الإجابات تاعت الأشخاص اللي أنت حصلت على النتائج منهم والإجابات منهم، وفي يعني أوبشن داخل الـ SPSS للكرومباخ ألفا زي ما انت بتعملي الافريج المين والميديان والستاندرد ديفيشن، تطلبي منه انه يحسب لك الكرومباخ الفا الخاص بالنتائج اللي انت حصلت عليها، وعمليات حسابيه يعني خاصه في التحليل الاحصائي، وبيعطيك درجه يعني قياس الارتباط اللي بالنتائج اللي انت موجوده او البيانات اللي انت دخلتيها في بناء على العينه اللي انت حصلت عليها او عملتيها. يعني التفاصيل ما فيش داعي نخوض فيها يعني، بس بدنا نعرف بأنه يعني طريقة كرومباخ ألفا هي الطريقة اللي تستخدم لقياس الثبات في التحليل الإحصائي. كويس؟ تمام. طيب المعلومة اللي بدي برضو تعرفوها
واللي أنا مش عارف ليش مش مكتوبة، بدي تعرفوا بأنه الأداء اللي يثبت صدقها بالضرورة هي أداة يثبت صفة الثبات فيها. يعني كل أداة صادقة هي أداة ثابتة، وليس كل أداة ثابتة هي أداة صادقة. كويس؟ كل أداة صادقة هي أداة ثابتة، وليس كل أداة ثابتة هي أداة صادقة. يعني إذا انطبق شرط الصدق على الأداة بالعوامل اللي احنا حددناها، إذا انطبق شرط الصدق على هاي الأداة بالضرورة راح تكون ثابتة. أما إذا انطبق شرط الثبات على الأداة مش بالضرورة تكون صادقة. شرط الثبات الفكرة منه التكرار، الفكرة منه التكرار. ولكن هل التكرار هذا بقدر من خلاله أجزم بأنه هاي الأداة صادقة؟ لا. مثلا أنا زي المثال اللي حكيت لكم إياه، أنا كشخص بالنظر قدرت أعرف وزن شخص معين، أول مرة زبط معي وثاني مرة زبط معي وتكرر عدة مرات وثالث مرة ورابع مرة، التكرار هذا هل يعني هو حقق صفة الثبات لأنه تكرر عدة مرات، هل هذا يعطيني الثقة بخاصية الصدق في هاي الأداة، أداة النظر، بالرغم من أنها تكررت عدة مرات؟ شو رأيكم؟ أنتم معي يا شباب ولا لا؟ دكتور عيد السؤال بالله. أنا استخدمت النظر لتحديد أوزان، تمام؟ والنظر هذا اللي استخدمته أول مرة قدرت أقدر الوزن بشكل صحيح، ثاني مرة قدرت أكرره بشكل صحيح، وثالث مرة ورابع مرة وعاشر مرة قدرت أقدر الأوزان بشكل صحيح وطلعت النتيجة صحيحة. هل هذا يعني بأنه العين هي أداة صادقة في تحديد الأوزان؟ لا لا، بالرغم من أنه انطبق عليها شرط الثبات، صح؟ يمكن مش كل مرة تسلم الجرة. تمام، بالرغم من أنه انطبق عليها شرط الثبات إلا أنه ما بقدر أقول عنها أنها أداة صادقة. بينما الأداة الصادقة اللي بنطبق عليها الشروط اللي حكينا عنها، الصفات اللي حكينا عنها، صفات الصدق زي الميزان، بالضرورة ينطبق عليها أيضا شرط الثبات أو صفة الثبات. إذن كل أداة صادقة هي أداة ثابتة، وليس كل أداة ثابتة هي أداة صادقة. تمام؟ برضو يا دكتور، صادقة عند هذا الشخص مثلا العين صادقة عند هذا الشخص وغير صادقة عند غيره؟ لا مش بالضرورة. أيوة مش بالضرورة، حتى عنده يعني هو عدة مرات قدر يقدر يعني بشكل صحيح الوزن، بس مش دائما. يعني أنت ما بتكونش عندك ثقة بأنه فعلا دائما قادر أنه يقدر الوزن بشكل صحيح، يظل في عندك شك. لا أنا بقول على فرض أنه هذا إنسان عينه بتخيب مش مثل ما بقوله، بس تكون صادق عنده. صحيح، تكون صادق عنده بالضبط، أما عند غيره لا. صحيح. طيب نكفي اليوم المحاضرة الجاية إن شاء الله بنحكي عن الاستبانة، وخلينا الآن نحكي عن موعد الكويز. موعد الكويز، احنا حكينا انه الرسالة اللي قلت لكم اياها انه موعد الكويز للثاني راح يكون يوم السبت 14/8 14/8 الساعة 6 المساء بالوحدة الثانية. مين بيناسبوش الموعد هذا وليش؟ انا دكتور لين. ليش بيناسبكيش يا لين؟
دكتور ودالنا الدكتور عبد السلام مادة الفن والسلوك، أنه عندنا امتحان نفس الوقت يعني الساعة 6، وحكى أنه الامتحان 5 دقائق. ف... مين الامتحان تاعكم راح يكون 5 دقائق السلوك؟ هيك حكى. فيعني لو بس أنه تفتح لنا موعد أنه ندخل على امتحان 6 يعني، وبنقدر بس نفوت 6:15 مثلا مش زي هيك. ما دام امتحانكم هذاك 5 دقائق يعني، لو اعطيتكم مجال للستة و مثلا للستة ونص، ستة لستة ونص تنحل المشكلة مش هيك؟ خلاص بخلي الموعد من ستة لستة ونص او للستة وثلث تنحل المشكلة، لانه احنا امتحاننا راح يكون 10 اسئلة وما راح ياخذ وقت يعني. خلاص تمام ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك العافية دكتور. خلاص الكويز الثاني ما في عليه اي اشكال. يا دكتور انا عندي سؤال، الوحده الثانيه مش امتحنا فيها او كيف حيكون؟ صحيح يعني انا عادت، انا كان ببالي انه اخر كويز الثاني بالشابتر الثالث، بس المشكله انه الموعد الامتحانات اللي قاعدين بيحطوه المواعيد قريبه جدا، فانا خايف انه ومطلوب منا 3 كويزات، فانا خايف انه احنا ما نقدرش نكمل كل شيء، وبالنهايه لصالحكم يعني ما دام امتحنا فيها المد يعني راح تكون دراستها سهله بالنسبه لكم. طيب الكويز الثالث، الكويز الثالث في اي ملاحظه عليه؟ راح يكون يوم السبت 28/8. دكتور انا بعثت لك ايميل عن موعد الكويز الثالث، انه عندي موعد المساء وحطلع انه قبل بوقت وحرجع متاخر، فانه الموعد على 6 ما حلحق الامتحان. متى رح ترجعي؟ هو الموعد على 3 لازم أكون هناك، بس لحتى أدخل يس لحتى أدخل على الدكتور ممكن على 4 وشوي لحتى أرجع، لأن حكيت لك هو بزرقة وأنا بالمخرة ساكن. طيب بما أنه إحنا مخلصين أصلاً الشابتر الثالث، في مشكلة لو كان يوم الخميس؟ نخليه يوم الخميس بدل يوم السبت نقدمه يعني؟ عندي ما في مشكلة، ما بعرف إذا باقي زملائك في حد عنده مشكلة نخليه بدل السبت يوم الخميس؟ دكتور أنا صراحة عندي مشكلة. شو المشكلة؟ لأنه الخميس أنا حكيت لك إيميل سابق دكتور بجوز قبل أسبوعين، فالخميس حسافر أنا فما بعرفش ممكن يتعارض مع موعدي. طيب لو حكينا أنه يوم السبت بس نخليه وقت متأخر مثلا على الساعة 9 مش على الساعة 6. دكتور حل وسط لو عملته يوم الجمعة؟ لا بصيرش الجمعة، بصيرش ممنوع يعني بالقانون. السبت الساعة 9 مثلا. دكتور انا السبت عندي امتحان فاينل بس ما بعرف لسه اي ساعة، ما حددوا. ما دام ما حددش انا بقدرش يعني اربط نفسي مع ناس ما حددوش بعدهم. انه فاينل يعني فاينل بعدين بعده ما اجاش يعني موعد الفاينل ب 21. لا في امتحان لاب فاينل. لاب بده يكون يعني اكيد مش راح يكون 9 مساء. اللاب بالجامعه انتم ماخذينه اللابات صح؟ لا اونلاين. اونلاين؟ بس انا ما اظنش انه حيكون 9 المساء يعني. تمام حتى لو كان 9 المساء احكي له انه في عندي امتحان فيا ريت انه يغير لك الموعد. تمام؟ تمام. خلينا نقول بانه 9 مساء كويس هيك؟ حدا عنده أي اعتراض الآن؟ في حدا عنده أي ملاحظة؟ هسا أنا بودي لكم إيميل ثاني في هذا الموضوع بالتعديلات. طبعاً امتحاناتنا دائماً على الإيليرنينج الكوزات يعني الكوزات والامتحانات يعني على إكزام 2 برضو الإكزام 2 تبع الإيليرنينج. الامتحانات الميد والفاينل بتكون على إكزام 2 والكوزات بتكون على الإيليرنينج. تمام هيك يا شباب؟ في حدا عنده أي ملاحظة بخصوص الكوزات؟ الاثنين دكتور 10 أسئلة، كم الوقت هيك؟ إن شاء الله الاثنين راح يكون 10 أسئلة ويعني تمام. طيب الآن بدي أودي لكم الإيميل.
يفترض انه يوصلكم. طيب المفروض انه وصلكم ها؟ سجلوا الايميل عندكم. في حدا وصله؟ لسه عارف ما وصل. هذا دكتور وصل عندنا. وصل؟ وصل. خلاص ما دام وصل للبعض معناته شويه يعني وصل كل الناس. طيب انا لسه ما وصلني. طيب راح يوصلك على كل الحالات يعني هي بدي احطه على الشات برضو لانه برضو يعني تنقلوا البيانات على الشات والمفروض يوصلكوا على الايميل ايضا. دكتور وصل يعطيك العافيه رب. الله يعافيك دكتور. بالوحده الثانيه يعني هيك صار وفي الوحده الثالثه امتحان ان شاء الله الامتحانات. الكويز الثاني بالوحدة الثانية. الكويز الثالث بالوحدة الثالثة. نعم. ماشي. ان شاء الله. الوحدة الثانية. 14/8 الساعة 6. الكويز الثالث برضو يوم السبت. الوحدة الثالثة. 21/8 الساعة 9 مساء. ان شاء الله على خير دكتور. ان شاء الله. الله يعطيك العافية يا رب.